التصعيد المستمر والتوتر المتصاعد في الحدود السودانية الأثيوبية، لا سيما في منطقة الفشقة التي نعى فيها الجيش السوداني 7 من الشهداء. والله حقيقة هي طبعا الأحداث في المنطقة دي طبعا الأيام دي ممكن نأخذها معانا وناخذ معاها يعني البعد المحلي والبعد الإقليمي والبعد الدولي. في إنه طبعا الفترة الماضية كان في يعني أحداث كبيرة في السودان، يمكن من الأشياء اللي ساهمت في إنه يحصل اتفاق بين الشق المدني والشق العسكري في السودان، اللي هو خطورة الأوضاع في جارة أثيوبيا. لأنه إذا انزلقت أثيوبيا وحصل انزلاق في السودان وامتد هذا المحور إلى الصومال، أساسا هي منطقة ملتهبة، وامتد غربا إلى ليبيا، فحتكون المنطقة كلها بقت ملتهبة. فلذلك بنجد انه يمكن القوى الدوليه فطنت، لانه لا بد من الهدوء في السودان في الوقت الراهن، ولا بد من تحقيق اتفاق باي شكل من الاشكال حتى تستطيع ان تسيطر على مآلات الامور في جارة اثيوبيا. وانا اعتقد انه يمكن القوى الدوليه والاقليميه نجحت في الامر ده، وخلقت نوع من الاستقرار والهدوء في السودان، مما يساعد على السيطرة على التفلتات اللي بتحصل. وطبعا أي حرب في أي جهة كانت بتكون عندها تفلتات وعندها سايد افكت، يعني آثار جانبية، لأنه الحرب هكذا. فيمكن الأيام اللي فاتوا في محاولة صد من الحكومة الأثيوبية للمتمردين التجري